في كركوك بخساره وتراجع المكون العربي في الانتخابات النيابيه الاخيره، لكنها تختلف في تقييم الاسباب. سران داود يتناول في تقريره التالي قراءه مكونات كركوك للنتائج التي حققتها في الانتخابات النيابيه. نتائج الانتخابات النيابيه في كركوك فاجات الاطراف العربيه التي قالت انها سجلت تراجعا خطيرا في تمثيل المكون العربي في كركوك بمجلس النواب الجديد. حيث أشار بيان اللقاء العربي إلى سقوط الوجود العربي بكركوك بالضربة القاضية، معلنا أن الكثير من العرب صوتوا لقوائم غير عربية. نتيجة عرب المتدنية والمتراجعة بحيث كانت في 2010 أربعة في قائمة واحدة ثم أصبحت اثنين في 2014 بقائمتين منفصلتين بسبب هذا هو ضعف الإقبال وسوء الأداء السياسي من قبل قيادات القوائم. في كركوك وايضا الارهاب وتهديداته للشارع العربي كما ان الناخب العربي يتحمل المسؤوليه بسبب عدم اقباله على الانتخابات وهذه النتيجه طبعا نتيجه مخيفه ومرعبه حيث ان مرحله التهميش والاقصاء والتغييب قد انتهت وبدينا في مرحله الغياب ومحو الهويه سياسيون عرب اكدوا ان تعدد المرجعيات القبليه والدينيه والسياسيه وعدم وجود حزب عربي وبرنامج سياسي منظم ومستقل كان السبب وراء النتيجة التي صدم بها العرب وأن النتيجة لا تمثل الحجم الحقيقي للوجود العربي في المحافظة كانت هناك قوائم متعددة وهذه كلها جاءت بسبب فقداننا لمرجعية حقيقية ونحن اليوم العرب لا يوجد لدينا برنامج سياسي منظم وهذا يتوفر في, في الأحزاب في الحزب نحن لا نملك حزب اليوم نحن نملك مرجعيات متعددة لدينا مرجعيات سياسية مرجعيات دينية مرجعيات قبلية عشائرية المواطنون العرب تفاوتت آراؤهم حيث أشار البعض منهم إلى أن ترد الوضع الأمني كان وراء عدم ذهابهم إلى مراكز الانتخابات أما آخرون فقد أعلنوا أنهم لم ينظروا إلى الطابع القومي للقوائم حيث صوتوا لقائمة غير عربية كُبِيهم ناس تهددوا من العرب ما قدروا يروحون يصلون انتخابات منهم أول واحد هو آني كركوك ماكو عرب ترك ما نكرات ماكو فرق إن شاء الله بس احنا حبينا الأكثرية الأغلبية محافظة سوى كيانات هواية وراحت السبات وانتشرت يعني بصراحة التركمان أشاروا إلى أنهم سجلوا تزايدا في عدد الأصوات رغم فقدان الكثير من الأصوات فيما أشار الكرد إلى تغيير مزاج الناخب في كركوك لدينا ما يقارب المائة ألف صوت في كركوك بعض الأخوة مع الأسف من التركمان لم يشاركوا في الانتخابات ووجود قائمة أخرى خاسرة هو الذي أدى إلى عدم حصولنا على مقعد ثالث ورابع يعود التغيير التغيير الحاصل في كركوك الى تغيير فكر الناخب في كركوك انتخابات ونتائج ربما تفتح الأبواب أمام تغييرات غير متوقعة في المحافظة فيما ظهرت بوادر خلافات شديدة حتى بين الأحزاب التي تمثل مكونا واحدا سرعان داودي الحرة كركوك